وهذا مسوي نفسه محامي سليمان الجبوري، مسوي له قناة الوثائق بالحقائق من شلون. أنا ما أعتب على هذا، هذا أصلا من شاف فريق المحامين عمره ما فك حلقة وحج حشاية. لكن أول شيء عتبي على حميد عبد الله، حميد عبد الله سوى لقاء وياه له تخبل، يريد يصير مثل دكتور حميد عبد الله، يا بالشغلة مو هي شايف مو شغلتك، حميد عبد الله من يجيب وثيقة يراعي المشاكل ما يذكر الأسماء، وإذا يريد يذكر يذكر حروف من عندها، إلا وثيقة واحد صورة وصوت يطلع ويا الله يذكرها. أنت ما تقول لي أنت خلقت فتنة بهاي العشيرة ورا سنوات من إعدام الرئيس صدام والقضية، جبت فتنة وفتنت نامق قيس النامق وخوته ببياناتهم ومالك وقيس ببياناتهم ولد إبراهيم العمر ببياناتهم، وقمت تجيب وتخلط. أنت أول شيء سؤالي منين تجيب أنت هاي الوثائق؟ أنت شلون تحصل عليها؟ هاي الوثائق معناها أنت يعني أكو وراك علامة استفهام، منين جاي تجيب هاي الوثائق وشلون تحصلها؟ الظاهر أنت مكلف بهذا الدور، أنه بديت اتهمت عبد الحمود جاسوس، اتهمت كل الدنيا جواسيس. ليش بابا أنت؟ شبيك أنت خبيل مجنون أنت؟ أنت مكلف بهذا الدور؟ والله أني أنت منو أنت حتى والله أني ما أخاف، وأنا كنت هاي الوثائق إحنا سمعناها بالتلفزيون كنا شفناها للمحاكمة صورة وصوت، كل واحد طلع كل سالفة. تجي على 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 بيت نامق وتجيبهم، لكن أنا أعتب على نامق وأخوته وعلى مالك وعلى إبراهيم العمار، أبوكم خوش الزلمة، أبوكم كانت عربان ما تقف بوجه، شنو والله قاعدين تقسموا لي يلقنكم القسم أقسم بالله العظيم، شنو هو قاضي هو؟ ما كانوا تقولوا لهم بيكم خير، ما كان لهم بيك خير، ما كانوا تطلع اللي كنت موكل عنهم. جاي تاخذ وثائق وهذا طريق الوثائق، أتحداك تعلمنا شلون أخذتها. بعدين انت شنو جايب شنو ايش جايب جديد؟ طلع لي فاضل صفيج، والله فاضل صفيج وكذا هو فاضل صفيج الرئيس الله يرحمه انعدم ب 2006، وفاضل صفيج ده يكتب ب 2007 ده يكتب سيره حياته. يعني هو ما كان سفير مثلا، هو ما كان من المخابرات، هو ما قتلوا اخوته، كل هذه يحكيها للمحكمه، شلون انت تطلعها؟ ومو اسرار هاي، لكن هو اي متهم اليوم اكو متهم ما يخاف على نفسه، اكو متهم ما يطلع نفسه، لكن من تقراها ما بيها اي شيء، ما بيها اي شيء. انت والله جايب والله جايب الوثيقه وفاضل صفيج او شبيما او ش او ش الوثائق السيره الكاتبه السيره الذاتيه كاتبه ب 2007 والرئيس انعدم ب 2006، شنو والله او شب الرئيس صدام؟ وقاعد انت ووجهك والقبيح والله وكل النهار على اساس يسوي الفلحه. بعدين انت جبت تهمت عبد الحمود ويمكن طلع ابنه انه يدور عليه وما ادري ايش، واتهمت محمد زمام، اتهمت محمد، شنو اللي قال محمد زمام وش دي يقولون؟ هي محكمه بيها تفاصيل كامله، دي يحشون الناس التفاصيل، سواء اعدام التجار سواء ما ادري ايش، وانت والله كل يوم دازيلك ذيول مال ايران يدزولك وثائق والله تفتن الناس ببياناتها. شغله راحت وانتهت، نظام كامل تحاكم باطل بباطل، وامريكا جت والله انت جاي ايش تسوي مثلا؟ انت تعرف ايش جاي يسوي لو ما تعرف؟ لك العالم بالنزوح والعالم كل واحد صار جوا نجمه، لك شنو تي تفتنهم انت؟ ليش تي تفتنهم؟ مو كاف المصيبه اللي صارت عليهم، نص ولدهم مذبحين ونص ولدهم بالنزوح وناس باوروبا وناس باربيل. فاني والله عندي رجاء يم الشيخ حسن الندى ويم الشيخ احمد الكريم الندى وكل الشيوخ البيجات، سدوا حلقه لهذا، هذا فتح لكم باب ترى ما ينتهي هذا، وهذا جاي يقوم بدور مع الاسف دور ايراني، تلقاه له من حزب الدعوه لو شوف منه من طيش الفلس ده يسوي هذا الشيء. عليش تذكر الاسماء؟ منعول الوالدين انت، انت شنو انت؟ يعني مكافي عليهم اللي صار بيهم، كل واحد الاخ ما يدرب اخوه، ناس بالسجون، ناس جبت تتهم بالعالم، ايش بلاك؟ انت يوم هيجي يوم هيجي مشان يصير مثل بشرى الخليل، ولك انت بشرى الخليل ما واسيت انت، ولك انت كلام ما تعرف تحكي انت. هاي بشرى الخليل جاء ناضلت بالمحكمه رفعت روس العرب، وانت ما قدرت تحكي حكايه وحده تحداك تطلع لي مقطع، فكيت حقك انت. لكن والله والله يا سليمان انت، انت فد واحد مخنث وفد واحد لوقي وتي تلوك انه تخلق فتنه بين النظام وبين اركان النظام وبين اللي كانوا مسؤولين وبين البيجات والمناصر والدورين، تتخلق فتنه لا اكثر ولا اقل. ولا شنو قيس النامق ده يقول لك اني ما يعني، والامريكي طلع، الامريكي طلع قال شلون لزمنا صدام،
اردمان الله يرحمه ابن الرحيم العمر اخذوه، هو كان يدرب الرئيس وكان يراجعه، اخذوه موتوه بالتعذيب وجابوه وما احترف. من اللي اعترف الله على الرئيس حتى انت؟ ما هم قالوا قالوا احنا تبعنا شلون يجون سووا محطه، هذا موجود، الناس مو اغبياء مثلك. طلع ابو السي اي اي ما ادري شو اسمه طلع قال شلون بالعربيه طلع وكل مكان قال شلون تبعنا وشلون اندلينا وشلون جينا على البيوت العوجه فتشناهن ودورنا على هذا بالصوره اخر واحد ظهر وياه بالعظميه، وما تبعنا الناس المعروفين، لا تبعنا مثل عبد الحمود وغيره، جينا على هذا وظلينا الراقبه يروح وجابوا لل ايش تشلبت انت بهاي السالفه؟ انت الله ما تخاف انت؟ ولك هاي مودي ما هاي اليوم الناس من الضيم اللي بيهجز يصير قتول انت، وانت والله قاعد والله الوثائق بالحقائق، اي حقائق انت؟ حقائق كلها شفناها بالتلفزيون، وانت شب اسكت لا تظل تسولف، لا تظل تنبح مثل الكلب، استحي على وجهك. شفت حميد عبد الله قال دكتور حميد عبد الله، هذا مو مثلك هذا ادمي واعلامي ودكتور، هذا مو مثلك دايح ما تعرف قرايه ما تعرف تقرا، مطالعه ما تعرف، افاده ما تعرف تقراها انت. فتأدب وصير آدمي وعيب عليك هاي السوالف. كان استحيت والله ينطق حزب الدعوة كم دينار والله وانت مكيف يدزولك بالوثائق وانت تفتن الناس ببياناتهم بين الأخ وأخوه. مولان ومحمد سويت مشكلة ببياناتهم. ولد إبراهيم العمار. قيس وأخوته سويت مشكلة. ويا مالك سويت مشكلة. شنو ايش بيك؟ لا وش ماله ذول البيجات؟ كذبوا زلم خوي زلم. شنو والله أقسم بالله العظيم لن أقول غير الحق. منو هذا حتى تقول له الحق؟ منو هذا والله ما تستحون أنتم؟ يعني اقول ذول اللي قسمه اقسم بالله العظيم ما اقول هو منو هذا حتى تقول له الحق؟ شفتوه بالمحكمه صار مثل الاجراء ذي؟ فاتمنى شوي تفكرون عن انفسكم والبيجات وخلي ولي هذا، خليكم صامدين ولا قلبيكم يكفيكم وشوفوا شلون ترجعون دياركم، ترجعون لمناطقكم، مصيبتكم مو قليله على كل شريف، لكن مع هذا نقول يلا الامور جاي تتطور وان شاء الله بصالح العراق والعراقيين، وان شاء الله ترجعون اعزاء. مو اول مره جرت عليكم انتم، يا ما جرت عليكم البيجات من ارسال من كنت بزمن الاتراك الى ما جيتوا للعوجه، من كنتوا بعباده امراء عباده صارت عليكم ذيك الطلبه قبل 250 سنه، وبعدين صارت بارسال، وبعدين جيتوا وسويتوا مشكله وهم رحتوا وترجعون على كيفكم شويه. يعني انتم اكثر الناس المفروض تتحملون هذا الشيء، انتم مكتوب عليكم كل 100 سنه تصير عليكم مشكله وبعدين تهاجرون وبعدين ترجعون تحكمون، هاي معروفه. فعلى كيفكم لا تخلون هذا المماسول العالي يضحك عليكم، والله اقسم بالله العظيم ما اقول غير الحق، اي حق هذا 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 الاجرب هذا هذا اللي يسوي مشكله بيناتكم. فاتمنى شويه اللي خابر اللي اي واحد من البيجات خابر عليكم هذا الكلب اتفلوا بوجهه. تقول له بجي هذا يقوم بدور خبيث وبعدين راح تعرفون شو يصير. هاي اول وحده بالدور سواها مشكله بين قيس النامق وبين ولد عمه وبين اخوته. هاي اول وحده بس مو قيس اللي قاعد يحكي له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.